مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الانتخابات التركية المرتقبة في 14 من آيار المقبل وإعلان الهيئة العليا للانتخابات أسماء المشاركين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وعليكم السلام. أهلا بكم. 24 حزبا و151 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية تصادق عليهم الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، ما تأثير الانتخابات البرلمانية على الرئاسية في تركيا؟ طبعا هي جملة انتخابات حقيقة فيما بين في بعضها كلها البرلمانية والرئاسية والمحلية أي البلديات، لذلك ما يسمى بالبوصلة أو ورقة الانتخابية التي يكون فيها الورقتين أظن ستكون فيها الأعضاء البرلمان أو التكتلات الحزبية، طبعا إضافة إلى الانتخابات الرئاسية. بعد تعديل النظام السياسي في تركيا وتحويله من نظام برلماني إلى رئاسي أصبح للبرلمان دور آخر، وليس تعطيل القرارات ربما السياسية الرئاسية، أصبح له دور تشريعي أكثر وله دور المحاسبة أيضا، يعني في حال يعني لم يكن الأداء الحكومي جيدا أو حتى الرئاسي يطالب نسبة من أعضاء البرلمان محاكمة أو بعد الملف هذا عدم الاهتمام أو عدم النجاح. لذلك الآن دور البرلمان في النظام الرئاسي سيكون مختلفا عما عليه في البرلمان. نحن نتكلم في حال الواقع الحالي، لكن نعم. المعارضة عندما تقول أنها تريد أن تفوز وتغير النظام سنعود إلى ربما السابق الأحد قبل النظام الرئاسي. طيب، الرئيس أردوغان يتعهد بتوفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل، ما أهمية مثل هذا الإعلان في هذه الفترة قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي، والذي وما الذي يختلفه عن باقي إعلانات المعارضة بالمقابل؟ هو كما يقال كل يدلو بدلوه، ولذلك يعني الرئيس أردوغان يقول ما خطته في هذا السباق الانتخابي. طبعا بالنسبة للغاز هذا أظن شيء مهم لأن فواتير الغاز أصبحت مرتفعة في الفترة الأخيرة. النقطة الثانية هذا ما يخفف العبء عن المواطنين وهذا يلامس مباشرة الإنسان المتوسط الحال أو حتى الضعيف الحال. النقطة الثالثة أيضا تكلم عن مستويات أخرى، مسألة العمران وغيرها وتسليم البيوت، وأيضا بعد الزلزال الأمور مختلفة حقيقة في تركيا، هناك أضرار اقتصادية كبيرة جدا وأيضا أضرار إنسانية، ولذلك أنا أظن التوازن بين هذين الأمرين يحاول الرئيس أردوغان. طبعا الائتلاف المعارض أيضا يحاول إيجاد له أيضا طروحات أخرى في هذا السياق، السياق الاقتصادي والإنساني. في هذا الخصوص بالتحديد، هل ينظر الناخب التركي للمعارضة على أنها بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور وسط كل هذه الإنجازات لحزب العدالة والرئيس أردوغان؟ الناخب التركي حقيقة مقسم إلى عدة أقسام، لكن ممكن نضعها في لنقل ثلاثة أقسام الأوضح والأكثر انتشارا. القسم الأول الذي يؤيد بشكل كبير الحكومة أو الائتلاف الحاكم بسبب الإنجازات وبسبب ربما انتماءات سياسية، والجزء الثاني الذي ينتمي إلى المعارضة لأفكار أيضا سياسية وعقدية ربما، الجزء الثالث وهو الأهم وهو الذي يسعى كلا الطرفين أي غير المؤدلج إلى استقطاب بشكل كبير فئة الشباب، الفئة غير السياسية، الفئة الموظفين مثلا، وهذه الفئات العاملة. هذه كلها أظن تستقطب طبعا العاملة تقصد العمال والفلاحين وكل ما هو يعمل في مجالات مختلفة. طبعا هذا أظن له دور كبير جدا في الفوز في الانتخابات، لاحظنا تأثيرها كان في الانتخابات السابقة لصالح المعارضة مثلا في فوز في بلدية اسطنبول وأنقرة، ولذلك الآن هذا ما تسعى إليه بشكل كبير المعارضة ويسعى إليه أيضا الائتلاف، لأن فئة الشباب حقيقة ليست فئة صغيرة، فئة كبيرة، ولذلك لاحظنا التغير في الليستة أو اللائحة لحزب العدالة التنمية أو الائتلاف الشعب الجمهور، وضع مسعود أوزيل وبعض المشهورات من السوشيال ميديا والشباب صغار في القسم البرلماني. طيب، إلى أي مدى سيستطيع التحالف الحاكم الصمود أمام هذا الضغط من قبل المعارضة والدعم الغربي الذي أصبح لا يخفى على أحد؟
هذه الانتخابات حقيقة نعم صعبة، ليست في هذه السهولة. المعارضة هذه المرة اختلفت وتغيرت، أصبحت تمتلك شرائح سياسية مختلفة، وهذا يساعدها كثيرا في الانتخاب. يعني أنا أظن يعني ليست سهلة هذه المرة الانتخابات، لكن يعني ما زالت الإحصاءات تقول أن الرئيس أردوغان يحظى كرئيسا ربما كشخصية أقوى من الآخرين. نعم. طيب على المستوى الخارجي لنتكلم أنه كيف ستؤثر على دور تركيا في الناتو والمنطقة، ما أهمية بقاء الرئيس أردوغان لمدة رئاسية ثانية؟ هو هناك ثوابت يعني في الدولة التركية، أظن جاء من جاء سيكون له بعض الثوابت. يعني في مسألة الناتو أظن الدولة التركية كدولة، سواء جاء كليشلار أوغلو أو أردوغان أو محرم إنجا، مسألة الناتو هذه محسومة. مسألة الاستمرار ربما في الملف الأوروبي أيضا هذه مسألة موجودة، يعني لكن يختلف التكتيك بين نعم الطرفين. لكن هناك مسائل أخرى ثقيلة جدا، مثل نعم سيكون لها تأثير، روسيا، بعض الدول العربية، نعم التقارب مع الشرق. يعني لا، السيد كليشلار أوغلو له رؤية سياسية في السياسة الخارجية مختلفة جدا عن الرئيس أردوغان، هذا يقلق بعض الدول حقيقة نوعا ما. ربما الارتماء إلى أحضان الغرب كما يسميه هنا بعض الشخصيات سيكون أكثر عند المعارضة، لأنها تعتبر أنها جزء من الغرب وليس جزءا من الشرق، على عكس الرئيس أردوغان الذي يعتبر أن نعم هو جزء من الغرب لكن أيضا جزءا من الشرق. لا يمكن إهمال المحاور الثلاث، وهي روسيا كمحور وطبعا ما يتبعها، الغرب أي الناتو وكل ما يتبعه، وأيضا المنطقة الجنوبية أي المنطقة العربية الإسلامية أيضا لا يمكن إهمالها. المعارضة تميل ربما أكثر إلى الغرب، نوعا ما سيكون لها بعض العلاقات في العالم الإسلامي الجيد، لكن أظن سيكون لديها مشكلة مع روسيا وبعض الدول الأخرى، الصين أيضا مثلا. طيب أستاذ فراس، هل تعتقد أن الانتخابات القادمة ستقدم مفاجآت وسط التوقع بفوز الرئيس التركي من الجولة الأولى؟ وهل أخطأت المعارضة باختيار كليتشدار أوغلو في المنافسة؟ يعني احتمالية الفوز لأردوغان حتى الآن قوية، لكن هل أخطأت؟ أنا أظن يعني صعب أن أقول أنها أخطأت، لأنه هو رئيس الحزب الأكبر، هو سنا أيضا في العمر أكبرهم جميعا، نعم هو الذي لديه يعني نقول أن يعني المؤشرات يجب أن تشير إلى أن ربما كليتشدار أوغلو يجب أن يكون، لأنه أيضا رئيس الحزب، أيضا لا يمكن أن نرشح أحدا ليس رئيسا للحزب الى انتخابات رئاسيه. هذا كان يعني الرئيس اردوغان يتهتك بهم عليهم ويقول لهم يعني اخرج وواجهني في الانتخابات. لذلك انا اظن هذه المره مختلفه. طبعا بعد التعديل والتغيير الطائف السياسي وتعديله بالدائره السياسيه، وايضا يقول ان هذه كما يسميها سفره ابراهيم انها مفتوحه للجميع، انا لا اظن ان يعني اخطات، لانه ايضا المشكلة أن إذا كانت أحد المعارض معروف في حزب الإي بارتي كان يريد إما سيد أكرم إمام أوغلو أو منصور يواش يعني رئيس بلدية اسطنبول أو أنقرة، لن أطيل، لكن لأن لديهم ربما تجربة تماس مع المجتمع التركي أكثر من كليتشدار أوغلو، لكن أنا أظن لو فعل ذلك ربما كان سينتقص من قضية، لأنه عليه أن يتنحى عن رئاسة الحزب ليصبح ذلك أيضا رئيس حزب، وهذه مشكلة أخرى حزبية في داخل حزب الشعب الجمهوري. لكن أنا في النهاية لا أرى أن هذا خطأ، لأن هو مجبر على ذلك، أن أظن هذه الانتخابات الأولى تمام. والأخيرة له. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أغلو، شكرا جزيلا لكم.